يلتحق بنا عبر الهاتف البروفيسور إدير بيطام، مختص في الأمراض المتنقلة والاستوائية. بروفيسور، مرحبا وشكرا لتواجدك معنا. مرحبا بكم، شكرا للاستضافة. العفو. في هذه الأثناء بعد التعليمات التي وجهها أمس رئيس الجمهورية للسيد الوزير الأول لعقد اجتماع مع لجنة متابعة ورصد فيروس كورونا، هذا الاجتماع الذي ينعقد في هذه اللحظات، بداية ما اللقاح الذي تتوقعه والذي تراه أنسب للحالة الجزائرية بين 4 أو 5 لقاحات متوفرة الآن في السوق الدولية؟ شكرا. تعرفوا بلي كاين 5 لقاحات اللي راهي موجوده في العالم، اللي راهم متواجدين وراهم عندهم الفعاليه جيده جد مليحه على كل حال في الكوفيد، ولكن دوكا لازم نعرفوا كيفاش وشنو هو اللقاح المليح على تخزين الفاكسان باش نخزنوه. دونك لازم تعرفوا بلي قريب كل غير 2 برك على 5 3 لقاحات هذوك لازم تخزنوا 80 درجة ناقص 80 تحت الصفر، 80 تحت الصفر درجة مئوية. هذا عندنا بزاف، كاين بزاف لي كونديسيون وعليه شوية باش تخزنوهم، خاطر لازم دي موان 80. بالنظر للإمكانيات اللي توفر عليها المستشفياتنا الوطنية، ما هو اللقاح اللي تشوفه مناسب؟ سامح لي، المستشفيات ما كاش الثلاجات تحت 80 درجة، غير قليل 3 أو 4 مستشفيات برك اللي موجودين. حنا درنا قمنا مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في المديرية العامة للبحث العلمي، خدمنا درنا الإحصائيات ووجدنا مع واش كاين في مراكز البحث والمخابر البحث، لقينا عندنا قريب من 80 ثلاجات تحت 80 درجة، هذاك ما يكفيش باش نقدروا نديروا الخزان، ولكن واش نقدروا نجيبوا كما نقولوا شوية بشوية، نجيبوا باغ اكزومبل 25%، ما نجيبوش 100% على الضربة، هكذاك ما نقدروش نخزنوا. لكن دوك هذا هو لو شوا تاع لو فاكسان، لازم نشوفوا ايفيكتيفمون اسكو ليفيكاس، ليفيكاسيتي راهي تي بروفي با سيانتيفيكمون، ماشي علميا، خاطر ما كاش لي زارتيك سيانتيفيك، سادير بيان علمي يخرج باش يورينا بلي هذا الفاكسان مليح ولا ماشي مليح. هذا البيان سي دي رابور، هذا ما كداروا غير لي رابور كي ايتي فاليدي باغ لي انستونس لي اجونس، سادير هيئات اوروبيه باغ اكزومبل الادويه، هيئه امريكيه الادويه، هيئه روسيه الادويه، تسمى كل بلد عنده لوتوريزاسيون تاع البلد تاعو برك فقط. ما كاش لوتوريزاسيون، ما عندوش لوتوريزاسيون تاع كاع كما نقولوا باغ اكزومبل اورغانيزاسيون مونديال دو لا سونتي، هذاك لو ام اس مازال ما فاليداش بور لانستون، مازال ما عطاتش لو شوا تاع لو فاكسان اللي مليح. ما تتوقع دكتور وصول اولى شحنات اللقاح الذي سيتم اقتناؤه للجزائر، وكذلك متى سيتم مباشره اولى عمليه التطعيم؟ حنا دوكا المشكل المطروح مازال ما لقيناش لو شوا مازال. حنا لو شوا ايديال سي سبوتنيك 5، وعلاش؟ باسكو هو اللي خدم بزاف البلدان، كاين بزاف البلدان اللي عندهم ولا داروا ديجا تلقيحات ولحقوا خدموا بزاف سبوتنيك وما داش بزاف الاعراض ثنائيه. دونك هذا يعجبني شويه انا بيرسونيل معلي ليا بركا، يعجبني خاطر الخزان تاعو ماشي موان 80. دونك نقدروا نجيبوهم ونخزنوهم ونوزعوهم في كل المستشفيات، ومن بعد كي يكون في المستشفيات يقدر يحطوه في ثلاجه عاديه ويلقحوا الناس. هذه حاجه مليحه، ولكن دوكا كاين فايزر ثاني اللي خرج بيونتيك. دوكا عندك الهيئه الاوروبيه للادويه، الهيئه اللي تعطيلو لاغريمون باش يقدر يخدم، ولكن لازم تعرفوا كاين بزاف بلدان اللي ديجا داروا لا كوموند ولحقوا لهم لي فاكسان تاع فايزر، ما بوكا ما عندهمش لاغريمون تاع لاجونس اوروبيان دي ميديكامون. من الجانب العلمي البحث، هذه الخمس لقاحات المتواجده اليوم في السوق الدوليه، في اعتقادك دكتور فيه لقاح اكثر فعاليه عن لقاح اخر؟ لا كاع راهم نفس الفعاليه، ما كاش واحد خير من الاخر، وعلاش؟ خاطر لازم تعرفوا بلي كل لقاحات أقوال هذيك تاع لاي غير ميساجي اللي مليح، هذاك اللي يعجبني مليح، وعلاش؟ خاطر لاي غير ميساجي ما عندوش الاثر للانسان،
انا ميساجي مليح، ولكن لا ماجوريتي تاع الوقاحات هو البروتين. البروتين هذا كيشبه بزاف البروتين سبايك، هذيك السبيكول، هذوك كما نقولوا لي بوينت اللي يقعدوا فوق الفيروس، هذوك يقدروا يلصقوا، سيتادير عندهم نفس الشكل تاع لا سيرفاس تاع البروتين هيومن، يقدر يلصق معاه لو فيروس. دونك هذه لا بروتين هذيك اللي راهي تخدم لا سيلول، دونك الخليه تقعد في نيفو السطح تاع الخليه وتنتج الاجسام المضاده. هذيك الاجسام المضاده كما اللي يخدمها تشغل راهي فيروس. دونك شوف هذا حاجه مليحه. شوف اللقاح الروسي او ربما الصيني بدرجه ثانيه، فيه دول عربية كذلك فضلت اللقاح الصيني الذي لا يتطلب كذلك هذه التجهيزات والتخزين تحت درجة عالية تصل إلى 80 درجة تحت الصفر. تشوف أن الخيار والجزائر ستذهب نحو هذين اللقاحين؟ نعم، كما قلت في الأول، قلت دوك تاع اللقاحات عندهم الإيجابية حاجة مليحة، عندهم الفعالية مليحة، ولكن دوكا لازم نشوفوا التخزين، عملية التخزين لازم يكون، ما لازمش يكون وعر صعيب، ويطلب تجهيزات كبيرة. تجهيزات كبيرة لازم تعرفوا لا كاربو كلاس، سيتادير ان الشغل الثلاجة لازم نديروا شغل الثلاجة داخل كل دي كارتون، شاك كارتون اللي فيه باغ اكزومبل 5 ولا 6 بوات تاع الوقت تعمر بلا كاربو كلاس. هذيك لا كاربو كلاس الثقل تاعها اكثر من الثقل تاع الفيروس تاع الماكسان تاع دونك ديجا الشحن تاعو من باغ اكزومبل لاشين من الشينا من البلدان الاسيويه حتى الجزائر تقام اكثر من الفيروس. يلا خلينا نختم معك دكتور في هذه المخاوف في بريطانيا اساسا وفي الدول الاوروبيه، اربع دول عبروا اليوم في تغير هذه التركيبه الجينيه للفيروس. فيه اليوم حديث حول قدرة الفيروس على الانتشار بسرعة أكبر، لكن نفس المخاطر ممكن تصل هذا التغير في تركيبة الفيروس تصل إلى الجزائر، أم نحن بعاد حول هذا التحول للفيروس؟ شكرا. تعرفوا عندنا سلالة جديدة في بيان سور خلقت في بريطانيا واسمها N501Y، دونك هذه هي الاسم اللي عطاو لها. هذه لازم تعرفوا مالوغوزمون كاين البلدان المجاوره كانت ديجا راهم نقلت المرض تاعهم، نوفيل زيلوند، عندنا الدنمارك، لافريك دو سود، لاسترالي، دوكا ريسومون كاين لا بلجيك اي ايطالي. لكن تعرفوا دونك خلاص راحت في اوروبا، دخلت في البلدان الاوروبيه. دوكا بون سي فري غلقوا لي فرونتيير معاهم، ولكن حنا عندنا on a malheureusement des risques que l'introduction de ces souches. Donc, la souche a sous les lèches d'Ida, tout à fait trop. Et c'est à peu près 25 000 Al-Jazair, a remis sinon, il dخلوا le France et l'Al-Jazair. Donc, même que les 25 000 Al-Fadou, qui connu une des rames à d'homme sous les lèches d'Ida, il a dخلوا l'Al-Jazair. نتمنى ما يوصلش هذا الفيروس للجزائر. شكرا لك بروفيسور إدير بيتا، مختص في علم الأمراض المتنقلة والاستوائية، على كل هذه المعلومات.